بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في شاهد على الجريمة. مع حضراتكم لواء شرطة خالد الشاذلي. عملت في العمل الشرطي أكثر من 33 عام، أغلبهم في حقل البحث الجنائي. آخر وظيفتين لي، آخر عملين تقلدتهم، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، ومن قبلهم مدير البحث الجنائي بسوهاج، ومن قبل رئيس البحث مدير أمن أسوان. إحنا بنتكلم الهدف، بنقول إن مفيش جريمة كاملة، وإن ربنا عز وجل بيوفق رجال البحث الجنائي في كشف غموض الحوادث المجهلة، لأن في قاعدة حتى لا يضيع الحق. البحث الجنائي دائما بيعتمد على العمل الفني والتقني. العمل الفني بنشتغل بأسلوب علمي، ما بنشتغلش بأسلوب العشوائي أبدا. الجريمة هتكلم عليها النهاردة في كان أنا كنت رئيس بحث جنائي بأسوان، كان في العثور على جثة أحد الرجال داخل شوال في منطقة صدقة جديدة. جه البلاغ، توجهنا أنا وأستاذ الضباط المكان، ورحنا هناك لقينا عبارة عن أحد الأشخاص موجود داخل شوال، وتم قتله عن طريق خنق وكت نفسه. دائما ابدا في قضايا القتل نتكلم عن الخيانه الزوجيه، للاسف بتبقى عامل مشترك واللي هو الثالوث، الزوج والزوجه والعشيق. الحاجه اللي تعبتنا نفسيا في القضيه ديت ان كان اولاد السيده ديت اولاد سنهم الصغير، رابع ابتدائي ثالث ابتدائي، يعني مدركين تماما. لما اشتغلنا في القضية وصلنا لنهايتها، بنتكلم هناخد وقت كتير جدا، زي اكتشفنا الجريمة وقت كتير طبعا. لما وصلنا القضية دي نهايتها أو العبرة من القضية، كان موجود داخل شقة الزوجية القاتل أو الشريك مع الزوجة في القتل العشيق، كان متواجد 10 أيام داخل منزل الزوجية في حضور أولادها وزوجها. تحايلوا على كده ازاي؟ لبسته نقاب، وكان موجود داخل أثناء وجود الزوج موجود معاهم في البيت لابس النقاب، وعلى أنه السيدة خرساء لا تتكلم. يخرج الراجل من المنزل يعيش العشيق والمتهمة وأولادهم عيشة طبيعية جدا، وهم عارفين أنه راجل، ويعيش معاهم ويتفق مع أولاده، مع اولاد القتيل، ان بابا ان شاء الله لما يموت انا هتجوز ماما وهعيش معاك وهعيش كده، هعيش احلى من كده. الحمد لله وصلنا في النهايه، حددنا المتهم وتم ضبط الزوجه وعرضها على النيابه العامه طاولة التحقيق، واعتقد ان هي خدت جزائها الرادع وهو حكم الاعدام. السلام عليكم.